أكد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني تمسكه بالفتوى التي أطلقها ضد الزواج المدني، معتبرا أن التهجم عليه سيفيد في تحريق القضية أكثر وسيفتح المجال لنقاش سيأخذ مدى أوسع. المفتي لفت عبر صحيفة الأخبار إلى أن الفتوى ليست تصريحا إعلاميا ولن يتراجع عن حرف واحد منها، فهي واضحة وصريحة وتستند إلى نصوص شرعية.